السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع ضواحي مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية. الآن مقابلة دائما في إقصائيات دوري الصداقة مع فريقين في الربع النهائي، الفريق الأبيض ضد الفريق الأزرق. انطلقت المقابلة سنحاول تغطية بعض اللحظات من أطوار الشوط الأول. كالعادة هذا هو محيط الملعب، علي جواد. علي جواد.
الهجمات متبادلة بين الفريقين، ¡Venga la bola! ¡Está aquí! ¡Está aquí!
مستوى الفريقين متقارب، لازالت المباراة حامية الوطيس. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.